Assalamu alaikum, marhaba, saha shribitkom, niskul. Je me présente encore, Mohamed Akeri, acteur et commercial dans la boîte Lucky Dice Design. Avant de commencer, habit ntraham ala kol men fda damou fi sabil Tunis. Ou inchallah l'sahab hadhiya tta'adda ou Tunis tfarhad ou ya rabbi ya am salam. وإن شاء الله العباد كلها تفيق اللي فما انتخابات جاية والناس كلها لازم تقيد والعباد كلها لازم تاخذ مسؤوليتها كسوة من عامة الشعب ولا من المسؤولين. بريف مرحبا بكم على زيارتكم لنا. نحكيو شوية عن مسلسلات سناء. دونك سناء كان ليا مشاركة صغيرة في مكتوب أربعة في رول محامي خالد. بيان سور زادت ان اكسبيريونس جديده الفات كان خدمت مع سامي الفهري. من بعدها عندي مشاركه في ناوره الهواء مسلسل شد التوانسه الكل اخراج مديح بالعيد برودكسيون نجيب عياد اللي نشكرهم برشا 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 ونشكر البرودكسيون ونشكر لي تكنيسيان وكل من ساهم في نجاح العمل. مسلسلات السنه متنوعه فما سيت كام فما مسلسلات. الحاجه بتاتخ اللي قلقتني شويه واللي قلقت الناس كل بتاتخ اللي هي التوقيت تاع المسلسلات. فما مسلسلات يجيو فرض وقت دوكو العباد ما تنجمش تفرج على المسلسلات الكل. غوزمون فما الغديف والا فما انترنت هكاك العباد كل تنجم تتفرج. مي ماذا بينا نتفرج في سخونه خاطر تعرف حاجه ديما كي تخليها تنجم التخان التخان ونجم عبد يقلق ما يتفرجش. نحب زادا نحكي على كثره ليبرتي سنا la liberté المفرطة في المسلسلات. il reste toujours la fiction اللي هي بين المشاهد وما بين المخرج والبرودكسيون. مي تبقينا فما عباد باغ اكزومبل سنا لو فات كان يرا موان 12 ans ولا يسمع كلمه ولا حاجه يولي ما عادش يتفرج. دونك قبل الثوره كنا نلوجوا على حريه التعبير وماذا بينا نعبروا ونحبوا ديما نقعدوا نعبروا. مي زادا ما ندخلوش في هكا في حاجات تخلي العباد تعمل دي باريير انتر العمل والمواطن. فوالا دونك نحب زادا نقول اللي كل ما يراه في المسلسلات راه سي با لا فيريتي. اللي يشرب راه سي با فغي. اللي يعمل في مخدرات ولا يتكيف في حاجه راه سي با فغي. سي جوست c'est des raccords, c'est des objets les stamnom qui m'a fait décoration بالضبط pour aboutir la scène هذيك pour avoir la sensation que tu vois حاجه véridique. زيادة ما ننساوش اللي اذا عبد صدق اللي هو العبد هذاك قاعد يعمل في حاجه معناها صدقه فريمون اللي هو وصل بلغ الرساله نتاعو اللي هو سي ان بون كوميديان. فوالا دونك ان شاء الله فما اعمال جايه وان شاء الله ديما نعملوا حاجات مزيانه في رمضان كسوا في رمضان. وزاد نحبوا نخرجوا من حكايه المسلسلات في رمضان خاطر نجموا نعملوا المسلسلات على طول العام. نسيت كوم زاد كيف نجموا نعملوهم على طول العام هكاك الناس تلقى لا ماتيير باش يتفرجوا ما يتلاجئوش باش يتفرجوا على شانات اخرين. التونسي تعرفون برشا التونسي صعب جو. التونسي يحب الليبرتي ويحب اجواء كسوا في رمضان ولا برا من رمضان. مي التونسي عنده ان تي ديفو مش ما نقولوش ديفو كبير اللي هو ما يحبش يزر روحه في المراية وقال لي يخاف يزر روحه في المراية. برشا عباد قالت اللي رمضان ماهوش شهر باش نتريتيو فيه حاجات كيما الشرب كيما مخدرات كيما في مسلسلاتنا. اوغ هذيك الفرصة الوحيدة اللي معناها مسموحة للمخرجين والممثلين باش يبلغوا رسالة معينة. سي دي سوجي تابو ماهمش دي سوجي تابو. التونسي ديما ماذا بيه يهرب alors que الحاجات هذوما ما نجمو نتريتيوهم كان في مسلسلات ولا في افلام اللي هما بالنسبه لنا احنا سيزوني. دونك ما فما اون سيزون ميسره تاع المسلسلات كيما يقولوا. دونك باش نجمو احنا نطرحوا فيها المواضيع هذيا كو سوا باش العباد كموعظه كو سوا باش نقولوا اللي فما الحكايه هذيك في تونس. مي زاد التونسي يفيق اللي هذيك
ما بين الخيال والواقع، راهو إذا عبد يمثل في سينو ويشرب، راهو سي با قاعد يشرب الحق ولا قاعد يستعمل في ان برودوي. هذاك سي دي راكور كيما حكينا، سي دي زوبجي اللي هو يستعملهم باش يبلغ رساله معينه. التونسي الغفوج نتاعو ديما حاجات كيما هكا.